ملتقات غير قانونية لتحديد المسافة الأمنية انتشرت كالفطريات بولاية سطيف والولايات المجاورة. انتشارها مرتبط بإشاعة تتحدث عن معاقبة السائقين الذين لا يضعون هذه الملصقات. أنا كمواطن ركبت هذه الإشارة في المركبة تاعي، بون شفت الناس كاع مركبينها، المركبة كاع ملصقينها، خفت أنا من أم يقولوا فيها مخالفة، سي بور سا ركبت أنا هذه الإشارة. نهضروا على البلاك هذه تاع مسافة الأمان. سمعنا بلي قال لك كل ما تركبش البلاكة عندك بروسي وروتريت بيرمي. مصالح الدرك تحركت لوضع حد لانتشار هذه الملصقات غير القانونية. فيما يخص قانونية وضع تلك الملصقة، حيث أن المشرع الجزائري صراحة في المادة 20 من المرسوم التنفيذي 381/04 يشير صراحة على ضرورة احترام المسافة الأمنية إلى الأمام، ولكن دون تحديد المسافة. قانونيا مسافة الأمان غير محددة ومرتبطة بظروف السياقة. السائق هو اللي يقدر تلك المسافة بناء على حالة الطرقات، حالة الجو، ضباب، جليد، السرعة وكذا، ضيق طريق، كل هذه العوامل المشرع الجزائري منح للسائق المركبة أنه هو اللي يقدر تكون عنده سلطة التقدير في تحديد تلك المسافة الأمنية. وحدات الدرك الوطني أؤكد لكم لم ترفع أي مخالفة. إنها إذن مجرد إشاعة وعملية غير قانونية، لكن المؤكد أن هناك من استفاد من بيع هذه الملصقات.